السلام عليكم، لا بأس بخير. أتمنى تكونوا بخير. اليوم الحلقة الثانية إن شاء الله من البرنامج عرفني ونعرفك. ضيف الحلقة خليكم معاه تعرفوا، ضيف خاص وموضوع جديد إن شاء الله. خليكم معنا حتى آخر الفيديو، وما تنساوش واحد أبوني بارتاج وجيب، وضروري لي كومونتير إذا كان شي تعليق ولا شي حاجة، وإن شاء الله ديما الجديد. مرحبا بكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج جديد عرفني ونعرفك مع الاخ. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج عرفني ونعرفك. كما كيبان لكم ضيف حلقه سي ايت عدي محمد. اليوم موضوع خاص ان شاء الله، عندي واحد الفوتوغراف والولاعة. نخلي لكم الاخ محمد يقدم لكم راسه. السلام عليكم، معكم ايش عبد محمد، فوتوغراف كانا. اليوم جيت باش نعاود لكم القصه ديالي مع هذا الحب ديال التصوير ديال الكلاب. هذه الولاعه هذه ديال التصوير بدات بعدا بالحب ديال بيرجامو، اول كلب اللي بغيتو. تولعتي به زعما هو البيرجي المو، يعني تولعتي بالبيرجي المو بحال كاع بحال كاع بحال كاع الدراري. المهم انا حتى انا راني ربيت كلاب بلديين، ربيت كلب بلدي في تقريبا في واحد 95، يعني في التسعينات واحد كيكون باقي صغير يعني كيربي. والكلب الثاني الكلب الثاني، المهم هذا الكلب الاول ربيته تقريبا في 93 94، كان ها بلدي كلب بلدي، والثاني في 95 96. ومن بعد ديك الساعه اسمح لي قاطعتك، ديك الساعه فاش بديت كتربي الكلاب ديك الساعه ما كانش عندك واحد العلاقه ديال التصوير ولا هذه؟ لا لا لا، كان داك الشيء بعيد. يعني ديك الساعه كان في التسعينات ما كاين لا تليفون لا لا والو، داك الشيء كان هذيك الساعه لاباري ديال بيليكي. خاصك تخرج هذه التصويره كدير ما كتشوفهاش كتخرج. لا لا لا، كان والو ديك الساعات. وكيفاش كيفاش تبدات عندك الهوايه ديال التصوير؟ ماشي كيفاش بدات الهوايه ديال التصوير، بدا عندي الحب ديال البيرجي المو هو الاول. هذاك الحب ديال البيرجي المو هو اللي خلاني نولي كنصور. يعني في 2000 كنت خدمت مع واحد السيد كانت عنده انيمالغي اللي هو عبد الرحيم غابه. وواحد النهار قال لي تمشي معايا ليكسبوزيسيون، كانت ديك الساعات في محمديه في 2001 تقريبا. المهم حتى دوزت عام معاه هنايا في الخدمه، وهذيك كانت البدايه. بدايه ديال الحب ديال ديك ليكسبوزيسيون. بعدا باش انك زعما تتعلق بداك داك المعارض ديال بيرجي المو ولا ديال اكثر ديال بيرجي المو. وبيرجي المو كما كتعرف حنا راه من الديبار، يعني في ديك الوقيته حنا انا زيادت 81، يعني الوقيته اللي ولينا كنعرفوا في التسعينات كانوا الافلام اش فيهم؟ هما الدوبرمان بيرجي المو كما كنعرفو، فهمتي؟ وانا تعلقت بالبيرجي المو، يعني وليت كنمشي ليكسبو، تلاقيت مع الدراري، تعرفت على الناس تما. كنت كنعرف الدراري قبل، مي ما كنتش كنعرفهم انهم كيدخلوا الكلاب في ليكسبوزيسيون وداكشي. عجبني داك الجو ديال اللي تيكون في المعرض، وكيكون واحد الدراري كيخلقوا زعما واحد الجو. كتولي بحال العائله، كتولي واحد المنافسه. صافي. من بعد المهم بقيت كنحضر كل عام كنحضر لي زيكسبو. تقريبا في واحد 2008 2009 انا كنت قبل كناخذ تصاور غير عادينا بلاباري دوك العاديين، كتصور مع الاصدقاء، كتصور مع الكلاب عاديين، فهمتي؟ كلاب ديال الدراري. مي من بعد واحد الوقيته بحال تعلقت بهادشي ديال التصوير، يعني ولا كيعجبني انني نصور البيرجي بالاخص، فهمتي؟ دوك لي زالور ديالو والمسائل كيفاش كيتحط ستاتيك، فهمتي؟ وليت تما وليت كنبحث شويه، كنشوف حتى انا كندخل المواقع، كنشوف كنشوف التصاور كيفاش خاص الكلب، كيفاش خاصو يتصور في ستاتيك في لي كرون زالور، يعني في كل شيء في اي حاجه، فهمتي؟ كيف الى بوزيسيون خاصك تشد الكلب. صافي. من بعد تقريبا الوقيته اللي كان تبدل الرئيس ديال الجمعيه ديال سي سي بي،
يعني الكلب ديال الراعي الالماني في المغرب فاش كنتبدل المكتب تما تعطاتني الفرصه ديال انني نولي نصور يعني بحال قلتي اوفيسيال كتدخل وسط الريك ما بقيتيش مورا الباريير تاخذ راحتك ديك الساعه تاخذ راحتك فهمتي ما بقاتش ملي كتزاحم وتصور واش غتجيب هي ديك ولا لا هادشي كامل كيوقف هذاك الشيء المهم هي كانت واحد حلاوه في الاول دابا في الاول اول اكسبوزيسيون صورت فيها تقريبا في بوسكوره المهم ما نقدرش نقول لك بالضبط اين واش 2016 لا غتكون قبل واقيلا ما ما حيت انا 2015 كنت كنصور لك تعب التليفون قال لك كنت داخل كنتكلم حتى دابا لي ضات ما تقدرش تسمع اكثر المهم في الاول كيبقى فيك الحال ديك كتصور مورا البارير وتيبانوا لك الدراري راه داخلين كيصوروا تتقول علاش انا ما ندخلش نعطي نبان انايا فهمتيني راه عزيز عليا البيرجالمو علاش ما ندخلش انا نصور نبان ونتعرف زعما عند الناس بزاف التصوير ولكن كما قلتي كتصور من وراء البارير راه ما كاينش فرق الا كنتي لداخل ولا برا يعني الا كانت عندك واحد الشوفه لا لا تقدر تشد واحد شي لقطات ديال شي تصاور يكون هو هو نورمالمون الا كنتي في الري كتاخذ راحتك الصوتري كتاخذ راحتك المهم كتاخذ راحتك احسن من وراء من برا البارير دونك الوقيت اللي قلت لك فاش تبدل المكتب ديك الساعات يعني الرئيس ديال الجمعيه كان صديق ديالي وعرفني انني انا عزيز عليا نصور وهذه وكنت جلست معاه وهضرت معاه وشافني باللي عندي هذا الحب هذا ديال التصوير والبيرجا بخصوص يعني بخصوص البيرجا صافي وعطاني فرصه ديال انني قال لي مرحبا ما كاين حتى مشكل قال لي دخل تصور مع راساتك ما كاين حتى شي مشكل بغيتي شي مساعده على راسي وعيني المهم حتى ما غنساش ليه هذا الجميل اللي دار معايا ولا هذا الخير كي كنقولوا يعني حتى واحد لقيته منين شافني يعني متعلق بزاف حتى هو ساعدني كان هدا لي واحد آلة تصوير زعما بروفيسيونيل واحد سوني الفا بلي زوم ديالها المسائل ديالها كاملين حيت باش تشري ماتريال راك عارف راه كلشي كلشي غالي غالي ماشي بحال لوبجيكتيف راه كل حاجه ثمنها عادي راه ماشي شي حاجه يعني حتى ديك الصوره كتبدل يعني راه كل ما تبدلتي الاله ديال التصوير كتطلع الكاليتي ديالها وراه كيكون كتكون طالعه صافي من تما الحمد لله بدات المسيره نيت ديال بصح ديال انك وليتي كتصور والدراري عرفوا بلي هذه التصاور كيبان الكاليتي كتبان الكاليتي الدراري حتى هما صحابنا دعوا الاصدقاء ديالنا فهمتي من الاكسبو الاولى اللي تصورات يعني عرفوا شنو كاين يعني عرفوا راه عفوك راه زعما راه كتصور مزيان وكانت عندي فكره اخرى هي انني نبدا نبارطاجي التصاور مع الناس في فيسبوك ديك الساعات فيسبوك في الاوائل ديالو درت واحد الجروب مجموعه في الاول يعني بحال كانوا شي وحدين كانوا كيستهزؤوا زعما غيصور غيلعب في فيسبوك هادي يعني درت واحد اول جروب دار في المغرب ديال الكلاب بصفة عامة هو ديال الفيرجامو مي زعما ما كانتش فكره عند شي واحد اخر دار قبل اللي زعما درتها وليت كنلوح فيها التصاور ديال لي زيكسبو والناس ولاو كيدخلوا ولاو كيتسناو دابا فاش كتصور في ليكسبوزيسيون كلشي كيعيط انت غاتلوح انت هادي فهمتي كتلوح في هذيك الباج والحمد لله الجروب هو ماشي باج والحمد لله الناس كلها ديك الساعات صافي عرفوا باللي راه جروب مزيان وديك الفكره اللي درت انها مزيانه يعني مابقاش بنادم كيمشي كيقول لك غنمشي عند الاستوديو ولا تيدخل على الفيسبوك كيلقى تصيوراتو واخا كياخذ داكشي الوقت حيت داكشي راه ما ساهلش يعني مثلا قلتي ما ساهلش مثلا فاش كتصور في الاكسبو يعني مثلا كيكون سبت واحد تقريبا شحال من التصويره تقدر تصور شحال واش غادي نقول لك تقدر توصل 3000 4000 في النهار حتى 5000 في النهار واش عمل التصويره تخرج لك اللي مزيانه شوف بحال دابا بالنسبه عندك الروط وعندك البيرجالمو صعب شويه في التصوير فهمتيني سيرتو البيرجال انا صورت جميع انواع الكلاب فهمتي حيت من بعد هذاك الحب ديال التصوير ماشي خلاني محدوده في البيرجالمو بديت كنقلب على نصور ديال راس اخرين نشوف راسي واش نيت كنصور ولا غير كنلعب المهم كتصور في النهار 3000 4000 5000 في النهار الواحد فهمتي ما ساهلاش يعني بحال سمح لي قاطعتك يعني الناس بزاف الناس ما عارفينش بان راه
الشيء مش وجهو كيفاش تشوف اللي خاصهم يعرفوا هو اول حاجه الا كنتي خدام بعدا مشكل باش انك كتاخذ داك السبت والحد مشكله عرفتي هو داك السبت والحد بعدا ديال الاكسبو كيكون عندك بحال العيد كتبقى تسنى فيه العام كامل عام كامل آه. فهمتي المهم بالنسبه للصعوبات بحال دابا في فهاد الميدان ديال التصوير ديال الكلاب بعدا كتكرفص شويه في التصوير علاش يعني بزاف ديال ماشي نقولوا بزاف مي شويه شي اقليه ما كيساعدوكش يعني ماشي ما كيساعدوكش مي كاينين الناس كيدخلوا ليكسبوزيسيون ما عارفينش شنو هي ليكسبوزيسيون بعدا هي الاولى ما عارفش كيفاش يحط الكلب معاك شنو هما الحوايج اللي كيبانوا لك السي عاد ناقصين في ليكسبو وتبغي تشوفهم هنا قدام ان شاء الله.